زي اللي انت ابي ابو صالح وابد بحل بس الله يبيض وجهه حسن. فهنا ان شاء الله اني بنقله لكم، توقع القصه قد سمعها بعضكم، واللي ما سمعها ان شاء الله بيستمتع معنا. الله يبيض وجهكم، تفضل طال عمرك. هذا سلمكم الله وليد جذع، يقول ان ابوي عمى ما هو بيشوف، ولا رزقه الله الا انا، يقولوا صاير نوالين بالبيت امي، يقول ابوي ما يشوف، امي قايمه تنبي انا وابوي. يقول يوم من الايام اخذ الله امانه امي توفيت، يقول صرت انا وابوي بالبيت لحالنا، ابوي عمى وانا صغير بزر. يقول الحوا عليه جماعتنا وتزوج ابوي عشان يبي مرتن تواليه. يقول لكن تزوج وحدة حسبي الله ونعم الوكيل، لا هي بتخاف الله ولا هي بتواطن بعشرة الله، تكره انكره إلى درجة أنه ما هي بتوكلة. يقول والله العظيم ما هي بتوكلة أني أنام جوعان أجي لما أقول جوعان تقول ابعد بس. يقول أبوي ما له حيلة، يعني عمى ولا بيده يسوي شيء، والكلام ذا زمان يعني ذاك الوقت الأكل شحيح. يقول ثم لا مني لقيت لي أكل ملفوف منه ولا منه بالبيت، ثم انفرحت واخدته. يقول جات مرت أبوي ومرته من إيدي قالت تقلع بذاك، أقول له جوعان، تقول يلا تقلع بذاك. يقول جوعان سبدي ما بها طول، أغدي تقل بس أدور بالبيت وما هي بترحمن وما هي بتحبن. يقول فيه انخلطن عندنا اسمها الحلوة. يقول من الجوع ذيك اليوم انتظرت مرت أبوي تنام وأبوي ينام، يوم ناموا شمرتها انخلى. يقول التمر إلى الحين ما أستوى أخضر، بس يقول أنا جوعانة بأي شيء. يقول قطعت لي شمراخ ونزلت وبوه نفود جنب بيتنا، رقيت فوقه وبديت أكل هالتمر وأدفن العبس. يقول التمر أخضر بس يقول أنا جوعان. يقول ثم أنا أدفن العبس عشان ما حد يشوفه ما حد يدري بي، ثم أنا نام بالنفود. لا صار باتر الصبح جيت البيت، لا أحد يسأل عن وينك، يقول أنا بزر، ولا أحد يسأل يقول أنت جوعان. يقول ثم أنا قعدت بالبيت أحتريهم ينامون إلى الليل، ثم لا نام ورقيتها انخل وقطعت لي شمراخ ورحت للنفود. يقول أصير هلس جوعان بالليل. يقول يوم صار ثالث يوم أو رابع يوم انتبهت لي مرت أبوي، جت لأم أبوي قالت أولادك أولادك يجمع عيال هالحارة هالجذعين اللي كبروا ويرقون لما الحلوة ويخربون تمره ويقطعه. قال اخس شلون يقطع شلون يخربها الحين وهي الحين ما استوت. قالت عاد جاك العلم، هو جذعين معه يلعبون به ويحلتون التمر برا. قال اخس هالمشكلة أنا عمى ما أشوفه ولا قد شفته. قالت يعني أنا بتبلاه أولادك شر منزل، لكن اليوم بالليل أبا أحط فراشك بحضن خلا عشان أنت تحسبه لمنه جاي يرقى وتشوف أنه هو راقي يخرب انخلا هو الجذعين اللي معه. قال خلاص حطي فراشي بحضن خلا. ما تجي وتفرش فراشه بجنب انخلا بحضن خلا انسد حلب ونام. يوم صار بالليل بالوقت اللي ينامون بهم جاء الولد يركض لانخلا جوعان. يوم قرب أثربوه نايم بحضن خلا ما يقف لو يرقى لانخلا حس أبوه ما يريد يهور ويخليه. ما أشتاقه الجوع عجز قال برقى شوي شوي غدي ما يحس بي. جاء من وراء ورقى انخلا شوي شوي انتبه لأبوه، قام ومسك ثوب الولد ويجره كذا ويطيح بحضن خلا هالولد. قال عساك كلاميل للتلاف يلي ما ربيت راقي انت خربا خلا. قال يبا وش اللي خرب يبي جوعان والله اني هلت من اليوم ما كلت. قال اقول اقطع وخس يا هل شذوب اقطع وخس يلا ابذاك ويخقله. قال يبا انا جوعان تكفى يبا ابي اي شيء ياك والله اني على لحم بطني من الصبح. قال اقول يلا تقلع ابذاك والله ما تذوقه يمين يلا ابذاك. جاء الولد طلع من البيت عيونهم غرق جوع، أبوه طارده، مرت أبوه مسوي تنبه الهوايل. قال والله ما أرجع أبا بتل أمشي بتل يمشي الولد جذع صغير بتل يمشي بتل بالليل بتل يمشي.
بتل يمشي لين ما طلع نور الشمس، وهو يمشي ما يدري وين رايح، بس أنا أمشي قدام اللي هو مر. يجي يطيح على حقين العقيلات قاعدين يزينون قشهم يبي يمشون، هو يعرفهم أنهم حقين عقيلات، نحرهم وهو يركض. يوم وصلهم قال بروح معكم وبروح معكم، قال وين أنت بتروح معنا يا ابن حلال؟ يلا يلا بذاك يلا، شو البزر ذا؟ قال طيب أبي أكل، أبي أي شيء معكم وأكلون. قالوا هاك أكل وهاك ما، يلا يلا بذاك. أخذ منهم ذا وبدأ يأكل، مشوا حقين عقيلات. يوم قضى أكل ويناظرهم مر يقوم ويبدأ يلحقهم من بعيد البعيد، مراحلهم بدأ يباريهم وهم يمشون، ما توقعوا أنه يباريهم حقين عقيلات. يوم جاء الليل عليهم مر يقفون وينزلون قشهم ويزينون عشاهم عشان لصار بكرة الصباح يكملون طريقهم. مر يجي يا صغير، سلام عليكم. يا وش تبي أنت؟ خرب الله بليزي، رزق ملك أهل أنت، خير وش تبي؟ أبي أكل وأبي ماء عطشان وبروح معكم. هم حنا قلنا لك لا، مالك أبو أنت؟ مالك أحد يسأل عنك؟ تقلع بذاك. قال مالي أبو ولا لي، أبروح معكم. قال الأمير حقهم دقيقة يا الربع دقيقة، هذا وغد وبزر صغير، حنا مبعدين على الديرة، وين؟ وهذا بتقولون له تقلع بالليل تجي ضباع ولا يجي ذيب ولا؟ تعال 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 يا ولد، تعال تعال قاعد نبدأ قاعد نبدأ لا تحرك. قال سام طيب أنا جوعان. قال الحين يجيك الأكل الحين، لا تحرك عن نبدأ. عطوه أكل وناموا. يوم صار باكر الصبح قال أمير عقيل، اسمع يا وغد، أنت بترافق الطباخ، أي شيء يقوله لك تسويه، تسمع ولا ترك ما تبرح معنا؟ قلت له تابين ألحس وجه الطباخ، لحسته ما سم خلاص ما يخال صغير هو، ميخال اللي تبون أنا زين اللي تبون. قالوا خلاص خليك مع الطباخ، ولا يدري وين رايح ولا يدري وين رايحين، بس معهم. ويبدأ مع هالطباخ، الطباخ يومره وذاك يومره وذا يومره ويسوي لهم اللي يبون، وبتالوا يمشون بتالوا يمشون، ولا سألهم وين رايحين. وكل ما بغي ينادونه يا وغد تعال، هالوغد ذا وش يا؟ قال الأمير هاي أنت يا وغد، اسمك شلوف ها؟ خلاص سموه شلوف. قالوا شلوف تعال، شلوف رح، شلوف تعال، شلوف رح، ويا رايح جاي رايح جاي، ويسوي لهم اللي يبون وذا يجي وما، ولا يدري وين رايحين، وبتالوا يمشون. يوم صار لهم كم من يوم، على كم من أسبوع، على كم من شهر، مر يصلون. قالوا وصلنا فلسطين. قالوا شو؟ قال وصلنا فلسطين. فاحنا فلسطين الحين. قالوا ايه؟ اوف بيت المقدس. قالوا ايه بيت المقدس؟ قال عندك سنة، تعال بس نزل، تعال تعال نزل معنا. وينزل اغراضهم ويحط لهم اشياءهم وينامون ذيك الليلة في فلسطين. يوم صار باكر الصبح قالوا دوك هذا هذا هذه قريشات، رح جيب لنا خبز، تعال في خباز منك، لا رحت منه ولا تلقى فيه هناك خباز، جيب لنا منه خبز. يقول اخذت قريشات انا تل تمشي، يقول انا صغير بزر، وين خباز قالوا لي هذا الخباز. يقول وقفت عنده، اثر عنده اسراء الخباز، يقول ابدا امسك اسراء معهم، معي هالفليسات انتظر دور يجي، كل شويه تقدم. يقول انا ماسك نسراء اثر فيه وغد بسناني، يقول بدي حلت علي، ويجي يضرب بكتفه، يقول وانا خايف انا، يقول اضربه كذا، ويقول واك ويبدي يضربني، يقول واضربه كذا، يقول انا ماسك نسراء وحلت علي، يقول مر يضرب بحصات، يقول مر اشيله من ارسه وحلت علي، يقول مر تضربه مع راسه من ورا، يقول يطيح ويبدون يصرخون العالم، يقول يمسكونه، يقول انا ما ادري وش السالفه، يقول ماسكنا قروش انا كذا وشو. قالوا الولد انفلقوا طيب الخبز، قالوا يجرون وللشرطه، يقول انا ماسكنا قروش، دخلت على الشرطه وانا ماسك، قالوا السجن، يقول يدخلون لنا السجن، يقول انا ماسكنا قروش، يقول انا بزر، يقول شو السالفه. يقول جاء لمي العسكري قال وين ابوك انت؟ قلت انا ما معي، ما عندي ابوي. قال طيب وين اهلك؟ قلت والله ما معي اهلي. قالوا شو
قلت ماسك الفلوس كذا، قلت لي حق ذا الخبز يا انا ما حقت كلمه اللي... قلت انا ما معي احد، انا ما اعرف احد. قال اجل تخيس هنا بالسجن. خيس طيب انا سويت انا؟ قال فرقت راس الولد تقول سو. هو اللي بدا طيب يقول مريطين ظهره ويروح يخلين. يقول اثر السجن فيه اشكال مو بصغيرين، بس في ناس كبارين وفي حريم وفي يقول توقيف هو في ناس ينظرون وانا ماسك قروش يقول وناظرهم. رجي حسيت انه وضع فيه خطر شوي، يقول خلط فلوس مخباتي، يقول هذا تسبير وهذه مره وهذه عجوز تصيح وهذا رجال ما ادري وش بو تقل شرب له شيء. يقول توقيف في مهبه ودب من الناس. يقول قعدت رباصت بالسجن ليه بالليل ما حد انجل امي، يقول بس اتلفت. يقول اثر في مره تناظرا من دخلت. يقول يوم صار بالليل مر تقوم وتيجي وتقعد عندي. يقول مرتم مين من ربعنا، يقول اول مره اشوف هالشعر هالاشقر وهالحمار، يقول سبيره ما هي بصغيره هي. يقول تكسر عربي، قالت لي انت وين اهلك يعني انت؟ قلت انا مالي اهلي. قلت لا يا حبي شوف العسكري ممكن تجحد تقول ما تقول بكيفك، بس انا اسالك عادي ترى انا مسجون معك. قلت مالي اهل صدق انا ما اهل. قلت طيب من اللي جابك هنا وشون جيت؟ يقول ما ربدها سولف عليه ومن أنخالة حقت مرتبوي الله لا يربحها لين ما دخلت السجن. يقول سردت له كل السالفة وأنا شاهق وصيح أشاهق وصيح. يقول قلت له كل شيء. يقول واقعد بالتوقيف يقول ولا جان أحد. يقول ما أدري هم توقعوا إني يوم وصلت فلسطين زبنت رحت وخليتهم قلوية هالوغد وصل فلسطين هذا لاك ربع اللي أنا جاي معهم. يقول ما حد جان. يقول يومين ثلاثة أيام يقول خست بالسجن قاعد. يقول يوم جاء يوم من الأيام مر ينادونها هالشقرة ذي العجيز قالوا يلا هطلعي قضت محكومية. يقول صحت على طول. يقول ولافتها وهي بالسجن تعطين وتوكلن تنوما وتزين قعدتي. قالت هلو غدا طلعوا معي أبي. قالوا من هو هلو غدا؟ قالت ما أدري شوفوا وش وضعه الظاهر أنه فلق له هو أحد بالغلط أو ما أدري. قالوا خلي نشوف يفتشون الأوراق. قالوا إيه هذا فالقن واحد عليه غرامة. قالت ها عجيز طيب لو دفعت الغرامة طلعونه الحين. قالوا إيه نطلع. قالت ها بسم الله هذه الغرامة طلعوه. ويجيبونه مع البات ويطلعونه. قلنا بلشتم طلعت. قالت وانت بتروح الحين؟ قلت والله ما أدري. قالت شلون هي تعرف قصته؟ قالت طيب تروح معي لبريطانيا. قلت اروح يعني جاي من نجد لفلسطين ليش ما اروح لبريطانيا حق بريطانيا هي بريطانيا يلا اسمها بريطانيا. قالت ايه. قال يلا معك بريطانيا وتضبط له جواز وتدفع قروش الجواز وتطلع له جواز كذا ختمه. قالت يلا يا ديبان وتركب الطياره. يقول ولا اقعد الا ببريطانيا. يوم وصلت بريطانيا الموضوع غريب جدا اختلاف ثقافات 180 درجة. يعني جاي من نجد بذاك الوقت إلى بريطانيا إلى 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 إنه بيوتهم مسلح. تخيل يقول ناظر بيوتهم اسمنت. يقول حنا بيوتنا بذاك الوقت طين شيء غريب. يقول الممرتنا ومن عندها بالبيت تبدأ توكلا وتشربا. قلت لازم تدخل المدرسة. قلت أدخل اللي أنت تبين. يقول بديت أسميها يمه. يقول صارت أمي اللي تبين يا يمه. يقول وديت للمدرسة دخلت المدرسة الفخمة هذه عيال مع بنات. يقول الوضع غريب. يقول أنا بس قاعد نظر راح والجاي الوضع غريب علي. يقول درست أحسن المدارس هناك. يقول زي ما نقول حنا الابتدائي والمتوسط والثانوي والجامعة بأحلى المدارس وأفضلهم ببريطانيا. يقول كده تدفع لي ألم. يقول لين ما تخرجت من الجامعة. يقول لكن وش تخرجت؟ يقول تخرجت طيار طيار على مستوى. يقول على طول توظفت بطيران الشرق الأوسط وبديت مطاير من دولة لدولة. وقت إجازتي لما ما يمتي بيتنا اللي ببريطانيا وأنام وأقول خلاص أنا ولدة وهي أمي يعني. يقول المهم يوم من الأيام أنا ببيروت بمطار بيروت أبروح لندن فمعي طيارة زي ما نقول أنه
موجودين بالطيارة هذه كبار الشخصيات، وأنا اللي بيقود هذه الطيارة. يقول فيوم ركبوا الركاب، يقول طلعت أنا من المقصورة أروح لدورة المياه. يقول وأنا أمشي كذا مر ألمح من كبار الشخصيات واحد تقلع عرفه. يقول وبرد، يقول أنا عرفه، بس عرفته، هذا الأمير اللي كان مع عقيلات، هذا هو. يقول شوف الدنيا شلون دارت، سبحان الله. يقول ما ابدا اناظر وابتسم، يقول عرفته، يقول طبعا شيب وكذا، بس يقول عرفته. يقول معه واحد ثاني من كبار الشخصيات بعد، قال له الثاني يا ابو خالد هذا يناظرك. ابو خالد طبعا هذا اللي مع عقيل اللي ذاك الايام. يقول مر يجي يناظر ابو خالد، قال هذا حمرا عطر ذا ما هو بلمي ولا هو بعارف انه شنو اقول. يقول ما اضحك انا، مر يستغربون اني شلون ضحكت، يعني يفهم كلام من ذا. مساك الله بالخير ابو خالد، انت عربي؟ قلت ايه عربي يا عم، شلونك؟ ان شاء الله انك طيب. قال عم ترى ما عرفتك. قال انا شلوف يا عم. قال انت شلوف؟ قال ايه يا عم. قال وش جاك؟ وين انت ذيك اليوم يوم تطلع من عندنا؟ وش اللي والحين انت كابتن الطيارة؟ قال ايه. قال وش السالفة؟ تعال تعال، وش السالفة؟ شلون؟ تقط تطيح من الحين؟ انت شلوف؟ قلت سوق الطيارة غرب الله بليسك. قال ايه يا عم الدنيا تغيرت، صار معي كذا وكذا وكذا. يقول علمته كل قصتي، ومن انا ولد له، ومن هو ابوي، وين اهلي ساكنين. يقول علمته كل شيء. قال ايه، يقول عرفن وعرف ابوي. قلت طيب يا عم ابو خالد، وش صار على ابوي؟ وش صار على مرت ابوي؟ قال ابوك توفى الله يغفر له ويرحم. قلت الله يغفر له ويرحم. قال لكن مرت ابوك الى الحين حيه. قلت له الحين حيه مرت ابوي؟ قال لي. قلت طيب يا عم انا بعطيك امانه توصل له، الله يبيض وجهك. قال وش اللي يعطيك؟ ما انت براجع؟ قلت لا لا يا عم انا ما انا براجع، انا امي خلاص، امي ما بتطيع يعني. لكن بعطيك امانه توصل لها المرتبو. قال وش يا الامانه؟ قلت هذه فلوس يا عم توصلها المرتبو وتحججه، وان كان ما قدرت تحج تحجج بهن عنا. قال والله ما انت بسيط يا شلوف، تبي تحجج مرتبوك وهي مسويتن بك هالهوايل. قلت ايه والله يا عم، هالهوايل خلتن على ما انا ابوها الحين، لو هي ما سوت بي شيء كان الى الحين فلاح بمزرعتنا بحدا هالمزارع، ما املك ولا قوت يومي ولا هو بحقران يا عم بالفلاحين. لكن يعني اللي وصلت له الحين الحمد لله، انا اشكر ربي عليه. قال لي ما شاء الله، الله يزيدك. قلت بس يا عم. قال ما انت براجع مره؟ قلت مره يا عم انا براجع، انا عند امي ببريطانيا. قال الله يستر عليك، سبحان الله، وتكرهون شيئا وهو خير لكم. إلى هنا انتهت قصة شلوف، لكن سبحان الله شوف الأحداث اللي صارت له، وكان الله ناوي له خير بالنهاية، هو ما كان يعرف.